محترف بعشق الهاوي جاي لك تليفون واحنا لسه ما ابتديناش، يا ريت تقول الو. الو الو ايوه اهلا حبيبتي الاستاذه عايده رياض. الاستاذه عايده رياض ولا مجدي عشان صوتي مش باين؟ يا حبيبتي انا معاكي استاذ مجدي شكري معاك يا عايده هانم. كل سنه وانتم طيبين اولا ورمضان كريم وعيد القيامه وحضرتك طيبه ومشرفانا في برنامج فضفضه مع روبير. ايوه مجدي الو. ايوه معاك يا استاذه عايده. ايوه استاذ مجدي، اولا انت يا استاذ مجدي ممثل محترف ممثل تقيل. الله يخليك. يعني انت ممثل تقيل بجد يعني، واشتغلت حاجات كتير قوي. الله يخليك. هو مش مهم الكم وكده، لكن انت ممثل ليك تقلك بجد وعندك موهبتك وعندك حضورك، وده شيء جميل. وبعدين انت في الوسط معروف جدا، وبعدين انت احترافك بالمسرح، المسرح ده ابو الفنون على فكره. اكيد اكيد. بس احنا الايام اللي جايه دي بتاعتك يا مان. الله يخليك يا استاذ بجد بتاعتك، يعني محبتك كبيره قوي يعني بجد، لا املك كلمات للرد توفي محبتك بامانه يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك. بس انا مش بقول لك، مش بجاملك فكره. الله يخليك. لان انا شايفه دلوقتي يعني في التمثيل كله وفي كل الشغل التمثيلي ابتدوا ينقوا الناس المحترفين، وبقى كل دور ليه قيمته. يعني كان في فتره من الفترات كده بيهتموا بس بالنجم والبطل والبطله، لكن من النهارده بقى كل مشهد في المسلسل ليه ابطال ممثلين تقايل. ففعلا الايام اللي جايه دي هتكون بتاعتك، وهتكون بتاعتك والناس اللي زيك اللي موهوبين هم لسه ما خدوش فرصتهم الحقيقيه، في كتير زيك يا مجدي والله. نجمتنا الجميله، يعني كلامك وسام على صدري وتاج على راسي زي ما بيقولوا يعني بجد. لا والله انا مش بجاملك. الله يخليك يا استاذ. ماشي على روبير زي حضرتك يعني. ميرسي ان انت بتعمل انترفيوهات مع ممثلين يعني موهوبين، وانت حاسس بوجودهم يعني بتعمل معاهم حوارات عشان تعرف مشاكلهم وايه الحاجات اللي بتفرحهم وايه الحاجات اللي ممكن تضايقهم. فانا بشكرك روبير جدا جدا جدا، وعلى الهوا كده بوعدك ان لازم اكون معاك برضه. لينا كل الشرف، لينا كل الشرف يا فندم. وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، الملف دوت انا يعني متبنيه لسبب بسيط. انا عندي ولاد، احنا اتربينا على جيل جميل، وحضراتكم يعني نبض الشعب. انا كشخصيا كروبير معظم الحاجات، المعظم مش الكل عشان بس الكلام يبقى واضح وصريح، انا ما احبش ولادي يتفرجوا عليه. انا عايز الجيل الجديد اللي طالع يطلع، والجيل القديم والجيل الخبره يندمجوا مع بعض ويطلع لي او يطلع لولادي عمل طبعاً فني قيم اقدر بنتي وابني يتفرج عليه وانا مش مكسوف. فعلا يا روبير، بس انا شايفه انت شايف الكام سنه اللي فاتوا دولت، انا شايفه بصراحه يعني مش بتكلم، انا شايفه الميديا وشايفه المسلسلات وشايفه التاليف والقصص والروايات والادوار المتنوعه، يعني شايفه فيها بطولات جماعيه وفيها شباب جميل اثبت وجوده، وفي يعني احنا بنتضفر مع الناس الجداد الموهوبين المحترمين. الجيل بتاعنا وبتاع مجدي بيتضفر معاهم ولسه هيتضفر، لان في اهتمام كبير جدا بالفن، ويعني الفن ده يعني مش هقول لك ان هو رساله من كل النواحي، رسالة للأخلاق والقدوة والترفيه والاستعراضات والموسيقى. أقوى رسالة يا فندم، من أقوى الرسائل والحاجات الجميلة اللي هي مكونات الفن، هتبقى إن شاء الله في اهتمام بالغ. واحنا شايفين المسلسلات قد إيه كلها، الواحد محتار بين المسلسلات الجميلة الموجودة والأبطال الشبان والبنات، ويعني أنا شايفة إن في طفرة ان شاء الله ان شاء الله، يعني هيهتموا بكل حد فنان بجد. كل واحد مهما كان مساحه دور ان شاء الله حتى يعمل مشهدين في مسلسل، بس يبقى هم المشهدين وليهم قيمتهم وليهم تقلهم، وبقى في قيمه للفنان، مش لازم يكون من جلده للجلده بالظبط، يكون بطل في دوره. وبعدين مش عايزين نسيب مجدي، مجدي اولا ممثل المسرح
مسرحي محترم. ربنا يخليك يا استاذ. حقيقي انا شفت له حاجات كتير ومثلت معاه طبعا حاجات كتير. شرف يعني مش كتيره بس فعلا التقيت بيه، وانا سعيده سعيده ان انتوا افتكرتوني وكلمتوني. العفو بجد والله انا سعيده جدا ان انتوا اخترتوني، ويعني حبيت اقول الكلام دوت لان انا سعيده دلوقتي حاليا بالوسط بجد. احنا لينا كل الشرف. سعيده باللي بيحصل وسعيده بالطفرات الحلوه بالورقه الحلوه بالقصص الجميله المتنوعه في كل شيء اجتماعيه وتاريخيه وحاجات بتوثق الحاجات الحقيقيه والبطولات والشهداء والحاجات طبعا الجميله الموجوده في الساحه النهارده طبعا. يعني في مجهود جبار يعني، واحنا بنشكر طبعا سينيرجي والاستاذ تامر مرسي وكل المهيمنين على الحاجات الجميله اللي بنتفرج عليها دي بجد يعني. يعني هم قايمين بالواجب بشكل لازم الواحد فعلا يعني يقدر اللي هم بيعملوه. اكيد يعني في ناس بيشتغلوا بجد حقيقي والله. ويا مجدي انا سعيده جدا جدا ما اديتكش فرصه تتكلم يا مجدي. لا يا مجدي. استاذه عايده رياض احنا شكرا لمداخله حضرتك، وزي ما قلت انت وعدتينا على الهوا هتبقي معانا ضيفه ونقعد هنا ونفضفض مع بعض قريب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله طبعا اكون معاك. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. بشكرك. وانا مش عايزه يعني اطول عليكم. شكرا. عايزاكم تتكلموا وتقولوا كل مشاكلكم عشان الناس يعني يعرفوا برضو قد ايه الفنان دوت يعني بيفضل يكافح عقبال ما بيوصل للناس. تابعينا لنهايه الحلقه في حاجات حلوه هتشوفيها ان شاء الله. شكرا إن شاء لحضرتك الله. يا فندم بشكرك نجمتنا الجميله على مداخلتك، وربنا يديم محبتنا يعني ويجمعنا دايما بالنجاح يا رب. واشكركم. شكرا. الله يخليك. شكرا. اشكرك. شكرا. اتفضلي.